السلام عليكم، من هم الذين يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب؟ فقد دلت السنة الشريفة على أن من عباد الله من يدخلون الجنة بغير حساب، وهم 70,000 الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله: يتفاوت حساب العباد، فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا، وهؤلاء هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا بالرسل، وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وهم فئة قليلة لا يجاوزون 70,000، وهم الصفوة من هذه الأمة والقمم الشامخة في الإيمان والتقى والصلاح والجهاد، وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة. وبعض العباد يحاسبون حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. وقال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: ثبت في عدة أخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ما كر الليل على النهار أن طائفة من هذه الأمة بالارتياب يدخلون الجنة بغير حساب، فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين وأخذ الصحف بالشمال واليمين. ثم ذكر حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، فهؤلاء الذين يمن الله عليهم فلا يوقفون بين يديه للمسألة. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه.